مرة أخرى السوبر الكورة كسبت بيراميدز وقدرت تفوز باللقب رقم 13 في كأس السوبر. ماتش كبير جدا، يمكن من اقوى، يعني ناس كتير قالت انه اقوى سوبر اتلعب في النسخ اللي فاتت كلها، وانا اتفق مع الرأي ده جدا. المباراة كانت قوية بين اقوى فرقتين في مصر حاليا، خرجت بشكل ممتاز فنيا وتكتيكيا، كان في شطرنج ما بين الاثنين مدربين صحيح. وكان في يعني شغل كتير جدا ممكن نتكلم فيه وحالات كتير نتكلم فيها، لكن الحقيقة يعني أهم ما في الموضوع إن الصورة طلعت حلوة، قدمنا صورة كويسة عن الكورة في مصر، كواليتي بتاع الفرقتين كان كويس جدا، الفرقتين في أقوى حالاتهم محافظين بعض بشكل يعني مبالغ فيه كمان، يعني الماتش يمكن الفرص كل فريق من الفرقتين ما صنعش كم الفرص اللي بيصنعها في الماتشات العادية من كتر ما الفريقين حافظين بعض ودفاعيا كانوا متفوقين. في الآخر حققنا بطولة كبيرة ومهمة وظهرنا بشكل كويس، نتمنى ان ده برضو يكون يعني خطوة في طريق تحقيق كل البطولات السنة دي، لأن الحقيقة احنا بنقدم مستوى كويس نستاهل عليه ان احنا نفوز بكل حاجة السنة دي. أمام البعض حاول بعد نهاية المباراة، ودي الحقيقة أنا ما بحبش أتكلم في هذه الأمور، يعني أنا ناس كتير تقول لي بقى تطلع ترد على فلان وتكلم على كذا وتعمل كذا أنا الحقيقة بشوف إن أنا كسبت سوبر، خليني أفكر في اللي بعده، وجهة نظري. ولكن البعض حاول أن يشتت فرحة النادي الأهلي وجمهور بالسوبر، ما ان اصل مش ركله جزاء، مش بتاعت كهربا دي مش ضربه جزاء، اصل علي جبر ما لا ما كانش المفروض يطرد ولا حاجه، ده المفروض اللي كان يطرد ده الشناوي وعلي معلول عشان مش عارف ايه وعشان عملوا ايه، على الرغم من معظم المحللين الكبار في التحكيم مثلا اتكلموا على انها بالفعل هي ركله جزاء، يجب ان يتم طرد علي جبر، الشناوي وعلي معلول اخرهم كان هيتاخد انذار. طبعا يا كابتن اسلام، يعني دي برضو بتفسر الحاله اللي هي بتاعت احنا مش مهتمين بالمباراه او المباراه مش محدش هيهتم بيها، بس في الاخر كله يعني فاهم تلاقيهم اتفرجوا على التفاصيل، يعني فالمباراه يعني المباراه قويه جدا يا كابتن، المباراه فعلا بين اقوى فرقتين في مصر، احنا يعني ممكن نستعرض الاحصائيات واحنا بنتكلم كده وبندردش بتاعت المباراه، هتلاقي ازاي التقارب ما بين الفريقين وازاي في تفاصيل، كل نادي كان بيحاول يلعب على التفاصيل بتاعه الفريق التاني، يعني ماتش نهائي الكاس تحس اللي هو كان ايه، كان البروفا اللي الماتش ده كله يعني كل مدرب طبق على نهائي الكاس بالظبط زي ما بنشوف اهي الاحصائيات قدامنا. طبعا الاهلي تفوق في الاستحواذ، لكن بص النسبه يا كابتن اسلام متقاربه، نسبه الاهداف المتوقعه متقاربه، صناعه الفرص بس كل الاحصائيات دي، المحاولات الصحيحه على المرمى، التمريرات، دقه التمريرات، يمكن النادي الاهلي بقى متفوق بشكل اكبر، العرضيات الصحيحه، كل الاحصائيات يا كابتن بتاعت المباراه هي كلها قريبه، ده يدل على ايه؟ ان الفرقتين فعلا مذاكرين بعض كويس زي ما قلت كده، طبقوا على نهائي الكاس وكل واحد توقع المدرب التاني هيعمل ايه وابتدى يلعب على التفاصيل دي. فلا حتى يا كابتن كمان لو تشتيت على الكوره بتاعت المشكله اللي حصلت بتاعت الشناوي بيلعب الكوره عشان عبد المنعم واقع والشي بيحاول يلعبها، احنا مش شفناه لسه في كاس العالم اللقطه الشهيره بتاعت مباراه الكوره بتاعت الارجنتين يعني وهولندا في كاس العالم، كله مسك بعض وضرب بعض وبتاع يعني حكم بعد كده راح مفضي الليله. قريب ارسنال ومانشستر سيتي، اتذكر لما مين ارتيتا كان حد بيمزقه او حاجه كده، كان لها خناقه يعني، كانت اول موسم بين توخيل وكونتي يعني الناس، بس دي كانت خناقه جدا جدا، لكن احنا بنتكلم في دي قريبه شويه اللي بتاعت كاس العالم يا كابتن اسلام، وفي الاخر حتى بتاع كاس العالم ما شفناش يعني بطاقات حمراء للعيبه او الحكم راح مطلع في اللقطه تحديدا انذارات، التعامل معاه بهدوء، ادى انذار هنا والانذار هنا واتكلم والموضوع شكرا. خلص. انت النهارده بتكبر وتقول لي تسريبات بقى لجنه الانضباط واغاي ونخش في نفس ده، لا المباراه نجحت فنيا، نجحت جماهيريا، تنظيميا، حتى تنظيميا في الملعب الامور كانت على افضل حال، يعني هنشوف حتى في اللقطات بعد كده واحنا بنستعرض يا كابتن اسلام، لا المباراه جميله جدا فيها تفاصيل حلوه واتلعبت في توقيت جيد جدا، وفي الاخر في فريق كسب الحمد لله ان هو النادي الاهلي، فريقنا كسب اللقب، بيراميدز خسر، هارد لك عمل مباراه جيده هنا. بص دي اللقطه كابتن اسلام، بص النادي الاهلي ابتدى الماتش 4-3-3 لكن الماتش شغال، بص هتلاقي حالة الموضوع الضغط، احنا كنا بنضغط واحنا واقفين 4-1 4-1 عشان نضغط على فريق بيراميدز هو بيطلع بالكوره.